ليندا عبد اللطيف مفادة التلفزيون المصري مرة ثانية. أرحب بك ليندا، وماذا عن فعاليات اليوم الأول، خاصة أننا شاهدنا انطلاق فعلي للنسخة الرابعة للمنتدى؟ اهلا بيك يا هبه. يعني احنا دلوقتي بعد الجلسه الافتتاحيه ما ابتدت، دلوقتي احنا في راحه، وبعد كده هيكون في جلسه افتتاحيه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي يا هبه انا معايا لقاء مهم جدا، وهو لقاء مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتين افريقيتين، واحده بتعمل في مجال تكنولوجيا المياه والثانيه في مجال تكنولوجيا الزراعه، وهو الاستاذ برايان بوسيري. وي فيري ديلايتد تو هاف يو وذ اس هير توداي. Thank you so much, Linda. It's a pleasure. شكرا لك ليندا، أنا سعيد بوجودي معكم. أنتم سوف تشاركون غدا في جلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، هل يمكن أن تقول لنا المزيد عن هذه الجلسة؟ بالطبع أنا سوف أتحدث عن التكنولوجيا، خاصة كيف يمكن أن يستفيد منها الشباب لكي يقدموا حلول للتحديات الكبرى التي نواجهها على مستوى العالم، خاصة المسائل المرتبطة بندرة المياه والتدهور البيئي، وبشكل عام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أنت صاحب شركتين، شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المياه والأخرى في مجال تكنولوجيا الزراعة، هل يمكن أن تقول لنا المزيد عن أهمية الرقمنة في هذا المجال؟ نعم، بكل تأكيد نحن في مرحلة الآن في العالم نشهد بها الكثير من التغيرات، وإذا لم نستخدم المنصات الرقمية فإننا نضيع فرصة للاستفادة منها وإيجاد الكثير من الحلول. لذا التحول الرقمي مسألة مهمة للغاية، وانتشارها مهم بين الشباب على وجه التحديد، لأن هذه التكنولوجيا التي كبرنا معها ونستطيع أن نستفيد منها، وعدد الشباب في مختلف أنحاء العالم هو الأكبر. لذلك علينا أن نستفيد من طاقة الشباب في الرقمنة والتحول الرقمي، فهما سيلعبان دورا مهما ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى العالمي، لكي نتأكد من تقديم حلول للتحديات العالمية. إلى أي حد الشباب مهتم بأن يكونوا جزءا من مثل هذه الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والرقمنة في هذه المجالات؟ إذا نظرنا إلى قطاع مثل المياه، فالمياه أصبحت مورد مهم للغاية، وكلنا نشعر بالقلق بشأنه بسبب ندرة المياه. وكشباب فإننا حريصون للغاية، لأن هذا يؤثر على مستقبلنا. وعندما نفكر في هذه المشكلة، فالشباب أصبح أكثر اهتماماً بمسألة المياه ومسائل البيئة بشكل عام، ويحاول أن يستفيد من التكنولوجيا لحل تلك المشكلات ولخلق فرص جديدة لتبني التكنولوجيا والتكنولوجيات التي لم تكن موجودة في الماضي، ونستفيد منها في التطبيقات الحديثة وهذه المجالات. ماذا هو انطباعك عن منتدى الشباب حتى الآن؟ هذه تجربة رائعة للغاية، وأود أن أتقدم بالشكر لمنظمين هذا الحدث، لأنه للمرة الأولى نستطيع أن نرى قوة الشباب وحضورهم، وهذه منصة تتيح الفرصة للشباب لتبادل الأفكار والحلول، ويوضح لهم كذلك أن هم يمكنهم أن يقدموا الحلول في الوقت المناسب. إذا أردت أن ترسل رسالة لشباب العالم، ما هي هذه الرسالة؟ هذا هو الوقت المناسب لنا لكي نتصرف، وهذا منبر يجب أن نستفيد منه لتبادل الأفكار، ولكي نوضح أن وراء هذه الأفكار لدينا القدرة كذلك على تحقيقها. السيد براين، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا لك ليندا، أنا سعيد. يا هبة، ده كان لقائنا مع الأستاذ براين بوسيري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركتين افريقيتين، واحده بتعمل في مجال تكنولوجيا المياه والثانيه بتعمل في مجال تكنولوجيا الزراعه. عوده ليكي مره ثانيه. اشكرك ليندا عبد اللطيف مفادة التلفزيون المصري الى منتدى شباب العالم.